إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم. نكتب شوي في معرفش الكود. مهم ادخل هنا غتكتب هذا 192.168.0.1. هنا غتكتب ادمين وتحت باسورد تكتب ادمين. غيدخلوك اخوتي غيدخلوك هنا غتشي هنا غتشي الويرلس هاهي ويرلس كليك عليها غتهود الويرلس سيكوريتي. المهم اخوتي ها هو الباسورد كيما كتشوفو باسورد كتعرف الباسورد اخوتي. المهم هي هادي الطريقة.